لانا محمد تعتزل اليوتيوب. نعم مثل ما سمعتوا، فقبل أيام قليلة احتفلت لانا محمد بتخرجها من الثانوية، وشاركت أجواء الاحتفال بعدة صور وفيديوهات مع متابعينها، لتظهر اليوم ببث مباشر تم تداوله وبشكل كتير كبير من طرف جمهورها، معبرين عن حزنهم من بعد تصريحها عن القرار اللي عم بتفكر باتخاذه، فكان القرار هو تركها واعتزالها للسوشيال ميديا بشكل نهائي ورسمي، وتركيزها بشكل أكبر على دراستها وتعليمها ودخولها لمجال الطب بالجامعة. هذا اللي رح يخليها بعيدة عن السوشيال ميديا بشكل كتير كبير. ولانا لم ترد لحد الآن على كل هالضجة اللي صارت من بعد تصريحها. لانا شو حبت تدخلي بالجامعة؟ جايز والله ما بعرف، أنا قبل كم يوم رحت سألت عن الطب، بس يعني اوكي كله تمام، بس انا حاطه براسي انه انا اذا دخلت طب السوشيال ميديا رح اوقف. ليش؟ لانه انتم مش متخيلين انه انا رح يكون دوامي من الساعه 8 الصبح لل 5 المساء، ورح يكون عندي دراسه، وكل اسبوع رح يكون عندي برزنتيشن لتقديم عرض. فانت متخيله اني احضر كل اسبوع للبرزنتيشن؟ فشو رايكم انتو؟ هل برأيكم لانا رح تعتزل اليوتيوب أم لا؟ شاركونا رأيكم تحت بخانة التعليقات، ولا تنسوا تشتركوا بالقناة ليوصلكم كل الأخبار من عالم اليوتيوب. مع جوك تي في، كن دائما الأقرب.